هذا مش اللي انت لابسه ده. انت عندك كل ده ده 24 ده ولا ايه؟ لا اصل انا كنت شغال جواهرجي. جواهرجي؟ طب تعالى معايا روح. ده والنبي تعالى والنبي بقول لك تعالى. شايف الموتوسيكل ده؟ اه شايفه. اركب. ايه ده؟ اركب الموتوسيكل. هركب بس حضرتك يعني لو بالنسبه للخوذه لو لجنه قابلتني ولا حاجه ماشي هيعمل لي مشاكل ولا اي حاجه؟ حاضر المره الجايه هرسم لك خوذه. طب ربنا يخليك اركب. حاضر. مفيش بنزين. ده انت بتستصرف يا ابن الظريفه. انا ام ظريفه؟ ده انت يومك اسود. يا وجه اسود. هات لي بوشكاش محفوظ من الحجز. تحت امرك يا فندم. بوشكاش محفوظ. تضحك؟ ايوه اضحك. اضحك. ما اصل اللي بتقوله ده يموت بالضحك. هي تلاقيها سلسله. سلسله ايه؟ سلسله ده؟ لا ما ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى. سلسله ضهري. خلينا في المهم. اه في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟ سعد الصغير ايه؟ لعيب جديد الاهلي هيمضيه بكره الساعه 1 الظهر. انا عايزك تروح قبل واحده وتمضيه. وادي شيك بنص مليون جنيه اهو دفعه التعاقد. شيك بنص مليون جنيه حق اللعيب؟ ايوه. خلاص الشيك معايا اهو وبكره الصبح الساعه 7 هبقى اطلع له. 7 الساعه 1 بقول لك. انا هصحى 7. انا عايز اصحى 7. خلاص انت حر. مش هتقدر تغمض عينيك.